هذا المكان خاوتي وكأنه جنة فوق الأرض مع الشلال راهي من فوقه، وتجي داخل وتعمل باركن باطل هناك، ولما تدخل وتطلع للفوق للشلال وتشوف الآثار، لما ترجع يقول لك إذا حبيت انتايا أعمل شبندن، معناتها شبندن معناتها أعطينا وش حبيت، ما تحبش تمد روح على روحك، تحب تمد مد، سبحان الله ما كاين لا تيكي لا يديك لا يجيبك. وكي تجي خارج هنا يكتب لك أوف فيدا زين هاليك، يودعك يقول لك اوغفوار اون فرونسي جود باي اوف انجليش اوف دويتش اوف فيدا زين، معناتها الى الملتقى والى المره الجايه. مكان رائع، اللي ما يجيش لهذا المكان ناسيونال شفارتسفالد كتبوا خاوتي يخرج لك مكان رائع جدا جدا جدا. ربي يحفظ الجميع، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. ونزيد نذكركم بواحد الحاجه اللي بديت بها مقبله، هايلي لما تجي المكان وتجيب معك اكل ما ترميش الزباله، لان شوف بلا ما نحكي لكم كل حاجه عندها مثل الزجاج تقعد 50,000 سنه وتقدر تحرق الغابات. المهم صلى على رسول الله وخلينا مكانك نظيف، سلام. جينا لهذا المكان الرائع اللي فيه شلال بلاك فورست ناسيونال بارك، ما شاء الله ضربنا دوره، الله يبارك ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. الباركينج باطل وتدخل من هنا ما تدفع ولا سنت وتروح للشلال، وبعد الشلال كاين اثار ما شاء الله تبارك الرحمن. معناتها جيت هنايا 5 ساعات 4 ساعات صدقوني تحس بالراحه النفسيه لواحد الدرجه، ان شاء الله نتمناها لاي واحد. وداخل الغابه خاوتي ما تتبحروش صدقوني، الطريق معروف باين، ومع ذلك اللي عنده الدراجه الهوائيه او الفيلو بالفرنسي تلقى عندهم هذو اللافتات، معناتها ما راحش تتبحر. صلى على رسول الله. جنة الأرض، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. المهم المنظر اللي راه جاي خاوتي، ويلي شوف شوف على بها الأبقار تاعهم يجيبوا أجود الألبان وأجود الأجبان، وبالأجود الألبان يخدموا أجود الأجبان. شوفوا خاوتي ذاك الكرسي من دايرين، شوف شوف شتوه هاولي، تقعد هنايا وتكون اون فاس لهذه
الإبداع الإلهي. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، صلوا عليه. ومن هذا الكرسي الرائع الجميل اللي دايرينه في ألمانيا أوبناو في أعماق الغابة السوداء، الله يبارك ما شاء الله. شوف الله يبارك، تضربها بقعدة هنا أخويا العزيز أختي العزيزة وتقعد تتمتع العينين تاعك. واحد ما يقول لك نوض، واحد ما يقول لك شاك الدير، حياة حلوة بس تفهمها. تسمع يا خارير المياه، يا صوت العصافير، يا صوت الدراجات النارية، هذا مكان. اللهم صل عليك يا رسول الله. يا ربي الجنة كيف دايرة، اللهم ادخلنا الجنة بدون حساب وسابق عذاب. الريف الألماني والجلسة الجميلة هنا. هنا خاوتي، هنا تسمع صوت الهدوء، عنده صوت قسم بالله لا تسمعه. وش حبي يقول؟ تسمع والو، زقزقة العصافير والرياح شوية، خارج المياه من البيت لأنه كنا الشلالة ومنه. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. إن شاء الله تبارك الرحمن. أنت قاعد في الكرسي تاعك تشوف هذا المنظر الطبيعي هذا قدامك. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، صلوا عليه. صلوا على رسول الله. الأكسجين اللي راه كاين هنا، الإنسان لازم دائما يروح للغابات وين كاين الأماكن هذو الشابين هذو ونتريح نفسيا. شوف حتى الكرسي عنده يكتب لك وراك لا يا باخ شتات أوبناو وفنبول دويتشلاند. صلى الله على رسول الله، سلام. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. مكان رائع جدا في الريف الألماني. صوت الهدوء. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. ربي يحفظ الجميع. خاوتي مع هذا الهدوء، شو الإنسان كي يعيط خاوتي تعرف يسمعوها من الجاري من هيه. مثلا محمد آدم، محمد واحد قال لي محمد آدم خال حس كيف كاين ليكو
أو الصادة باللغة العربية في الريف الألماني. شوف البقرة هولشتاين، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. مكان رائع جدا مع الكرسي هذا الرائع جدا. شوف حاطين كرسي تقعد قاع العائلة في مدينة اللي حاب يجي هذا المكان لباباخ شتات أوفنبور. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. اوه ياه، واحد الانسان يتنفس الاكسجين الزين يا محينك، تهرب على المدينه. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، صلوا عليه. من الريف الالماني، كي تشوف هكذا الحشيش كبير هكذا خاوتي وانت في الريف الالماني، هنا تعرف علاش الابقار الالمانيه هي من بين الابقار رقم واحد في العالم اللي ينتجوا الحليب، الهولشتاين وما جواره. الحشيش يترامى، الله يبارك، ما شاء الله تبارك الرحمن، هاي هي الطبيعة تبكي. صلوا عليه.